بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكل سادة مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج المطعم. هنقدم النهاردة فطار ملوكي. الفطار الملوكي مش اللي هو بتوع الملوك كده، لا، الفطار اللي هو الملوكي اللي هو فعلا تستمتعي بيه، تقدري تاخدي منه حاجات كتير قوي وتعمليها عندك في الفطار ده. كنا بنحاول نصدره الايام اللي فاتت، اللي احنا نعمل كل فترة نعمل نوع من انواع الفطار اللي ان شاء الله يعجبك جدا. النهارده الفطار شكله مختلف تماما، البرزنتيشن في الاخر ان شاء الله يعجبك قوي، طريقه تقديم الاطباق كل ده ان شاء الله يعجبك، ونشوفي الموضوع هيبقى ماشي معانا ازاي. عندي النهارده نقول المنيو بتاعنا سريعا. عندي خبز للطاسه هنعمله مع القشطه والعسل، وبعد كده عندي المحمره هنقدمها معاها مع زيت الزيتون، عندي بطاطس عندي بالجبنه، عندي فول هنعمله بالحمص، عندي بيض بالجبنه، عندي الفريتات هنعملها بالخضار، عندي خبز الطماطم بالاعشاب مع الجبنه الحلومي، وبعد كده عندي لبنه بالزيت الزيتون. نشوف الحاجات اللي احنا ممكن نضيفها. انواع كتير قوي من الفطار زي ما انت شايفه، الكوانتر عندي فيه خيرات ربنا كله، هنقدر ان احنا ان شاء الله نجمع اكتر من كذا حاجه في وقت واحد، والموضوع بسيط جدا وسهل. هنستنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، او عن طريق الرقم الدولي اللي ظاهر قدامكم على الشاشة. لو عايزين تتواصلوا برضو من خلال صفحتنا على الفيسبوك او على الانستجرام او على اليوتيوب قناتنا، كل حاجة بنزلها لكم، وصفاتكم اللي وصفاتنا اللي احنا بنعملها كلها بتنزل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف عندنا اول حاجة هنبدأ بيها ايه. تعالوا نبدأ عندنا بالفريتاتا، ونشوف ازاي هنقدر ان شاء الله ان احنا نعملها بطريقة سهلة جدا. هنعملها بالخضار. خلينا نشوف اول حاجة. اول حاجه عندي الفريتاتا، لو هنعملها بالخضار بتوقع بنديها مشروم، وبنديها فلفل الوان، وبنديها فلفل حامي، بديها كرات بلدي. عندنا الكرات البلدي ده انا بستخدمه في حاجات كتير قوي، طعمه غير طبيعي، ما بتلاقوش في اي اماكن بره، هتلاقيه بس موجود هنا منتشر في مصر، لان احنا بنعمل منه الطعميه. وعندي بصله، وبعد كده عندي بيض، وعندي كريمه لباني، وعندي سمنه بلدي عشان نبدا نشتغل بيها. طيب تعالوا اول حاجه نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه بحط عندي طاسه عندي على النار، هتسخن معايا، وعلى ما الطاسه عندي تسخن على النار تعالوا نعمل اللبنه بالزعتر، ونشوف هنقدر نشتغل بيها ازاي. بجيب عندي الكبه عشان هشتغل كذا حاجه في وقت واحد. بجيب عندي الكبه، وبجيب عندي لبنة، هقطع عندي طماطم مكعبات صغيرة بشكل عشوائي، لأن كل ده كده كده هيروح فين؟ عندي في الآخر في الكبة، فمفيش أي مشكلة خالص. بجيب عندي اللبنة وأبدأ أحطها عندي عشان كله ينعم مع بعضه. وبعد كده عندي بجيب عندي زعتر ناشف، ادي الزعتر ناشف مع اللبنه. وبعد كده عندي شويه شبت مفرومين، شويه شبت اخضر. جربي الخلطه ديت، خلطه سحريه للبنه، وشوفيها تبقى عامله ازاي في الفطار. طماطم، وزي ما انتم عارفين يعني احنا مش دكاتره ولا بنقول حاجات مثلا احنا ما بنفهمش فيها، لكن يقول لك اكتر وجبه فعلا لازم تهتمي بيها هي وجبه الفطار. دي اكتر وجبه لازم كلنا اللي احنا نهتم بيها، لان هي دي اللي بتشغل الجهاز الهضمي، وهي دي اللي بتشغل معدل الحرق في الجسم. هي يعني لازم نهتم بوجبه الفطار، ويا ريت تكون في وقت معين، يعني ما تبقاش يوم الساعه 9 ويوم الساعه 12 ويوم الساعه 7، لا، حاولي ان انت ايه، او حاول ان انت توظفها في وقت معين وجبه الفطار، وكل فيها على قد ما تقدر. دي نصيحه مني. حطينا اللبنه والشبت وبالزعتر، وحطينا الطماطم. بعد كده بحط عندي شويه من زيت الزيتون عندي اهيت، ونروح عندي اهيت على طول مشغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم الثلاثه، كده اللبنة عندي خلصانة معايا. تعالوا نشوف عليها، نبص عليها برضو بصة كده على الكاميرا،
ونشوف الطماطم مع الشبت مع الزعتر عاملين ايه. لسه طريقه التقديم بتاعتها كمان هتبقى مختلفه تماما. يبقى ده اول جزء خلصناه، وسايبين شويه من زيت الزيتون عشان نبص عليها وعشان نزينها ونديها الجارنش بتاعنا من فوق بزيت الزيتون. يا استاذه مروه. ايوه. ازي حضرتك يا استاذه مروه؟ الو. ايوه يا استاذه مروه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا بيك، اتفضلي يا فندم. كنت عايزه وجبات تخسيس. وجبات التخسيس؟ ماشي حاضر. اقول لك انا على حاجه تعمليها بمنتهى السهوله من موضوع التخسيس. اول حاجه يعني اللي انا اعرفه معلومات طفيفه عن موضوع التخسيس، البقدونس يعني ده اكتر حاجه مفيده، واصلا اسمه معدنوس لان كله معادن. الناس اللي بتشتكي حتى من الحصوه يا جماعه لازم تجرب موضوع البقدونس. بقدونس تغليه في ميه وتحط عليه البان دكر، ده وصفه مني انا، وتغلي بقدونس مع البان دكر وتبدا اللي هي تشربه وتسيبه يغلي على النار 3 ساعات. وصفات كتير جدا نقدر نعملها من البقدونس الخاسان. سلطات، عندك سلطه التبوله، واي حاجه في الدنيا تقدري تعمليها دايت، اي حاجه، بس انت الامكانيات بتاعتك ايه. الطاسه بتاعتك ما تحطيش فيها ماده دهنيه، اشتغلي اي حاجه من غير ما تحطي ماده دهنيه. موضوع سهل، بس الطاسه تكون سيراميك او تكون تيفال عشان البصل ما يلزقش فيها. فتابعيني وهنتكلم الايام اللي جايه ديت ازاي نقدر نعمل اكل صحي بطريقه بسيطه جدا وسهله. عندي البصل هقطعه، عندي مكعبات صغيره. يا مدام سناء. ايوه. ازاي حضرتك يا مدام سناء؟ ممكن اكلم حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ أيوة. اهلا يا مدام سناء. ايوه، اولا انا بشكر حضرتك على الحاجات الجميله. الله يخليك يا رب. الله يعزك يا رب. الله يخليك يا مدام سناء، شيء مشرف وراقي وجميل. انا لفيت العالم وراحي ورحت ايطاليا ورحت ما شاء الله ما شاء الله. بس لا يعني ما شاء الله حضرتك يعني ترتقي لمستوى راقي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، اشكرك. الله يخليك. انا عندي مشكله واحده بس. انا بدمس فول في البيت. حلو. مشكلتي ان الوش بيغمق على طول. جربت كل حاجه. ما حطيتي عدس، حطيتي عدس اصفر معاهم؟ حطيت يعني، بس ما اعرفش هل الميه ما بتنقص وبزودها ولا ايه. ما هي يعني انا مش عارفه ايه المشكله بالظبط. ما هي الفكره في الميه يعني، ما هو انت لازم تزودي ميه، ده طبيعي. ميه مغليه ولا ميه بارده؟ ميه مغليه. يعني ميه مغليه. اغلي الميه. طبعا. على طول كده بتحطي تحت، نحط تحت التدميسه الحله اللي تبقى بتغلي فيها الميه، وكل شويه اقعد ازود لها الميه السخنه. تاني حاجه حطي طماطميه من فوق وعدس اصفر وشويه رز في الاخر خالص. شويه الرز دول هم اللي بيربطوا ويعمل لك عرق في الفول كله. عشان كده لما نيجي ناكل الفول موجود، اللي هو موجود في القدره، بنلاقيه تلاقي يحس ان هو ماسك نفسه من شويه الرز، الماده النشويه اللي بتنزل فيها، ده اللي بيمسك الفول كله مع بعضه وعمره ما يغمق. هتلاقي اللون اللي فوق نفس اللون اللي تحت. تعالوا بقى ناخد عندنا السمنه. ادي عندنا السمنه، حط عندنا البصل. طيب الفريتاتا دي احنا ممكن نعملها بشكل صحي طبعا، لان ده كلها اصلا خضار، ده فيها فلفل الوان، دي فيها مشروم، فيها كرات، يعني كل دي اصلا حاجات صحيه. طيب ايه اللي احنا ممكن نتجنبه لو انت عايزه تعمليها؟ ان انت ما تحطيش ماده دهنيه. ومجرد ما تحطي البصل في طاسه تكون سخنه، البصل بينزل الميه بتاعته اصلا، وتبداي تكمل الخضار زي ما هو. اللي عايز يضيف سنه زيت زيتون يضيف لها سنه زيت زيتون، مفيش اي مشكله خالص. بعد كده بحط عندي الفلفل الالوان، وابدا ان انا اخد الخضار ده كله سوتيه عندي على النار، لكن بعد الفاصل نكمل. بنعمل الفطار الملوكي دلوقتي. وصلنا لايه؟ عملنا اللبنه وخلصناها، حطينا عليها الشبت، الزعتر الناشف، شبت اخضر وزعتر ناشف، وحطينا عليها الطماطم شويه زيت زيتون وركناها. هنا بنعمل الفريتاتا. ازاي بنعملها؟ بالخضار، فلفل الوان ومشروم وبصل، كل ده مع معلقتين اتنين من السمنه. وهو مطعمة بايه بقى؟ بالحاجه اللي هتسكرها قوي، الكرات المفروم. ادي الكرات المفروم، تدي ايه طعم مسكر قوي للحاجه، يعني مش عايز اقول لك قد ايه
الكرات البلدي ده حلو قوي في الاكلات بالذات للفطار. ناخد اهوت الكرات ونبدا ان انا نضيفه. بتلاقوني بستخدم الكرات ده في حاجات كتير قوي يا جماعه، استخدموه في الطواجن، استخدموه في الاكل، استخدموه في حاجات كتير الكرات، وشوف الطعم بتاعه اصلا هيبقى عامل ازاي. من الحاجات المصريه الاصيله يعني. يا ام بلال ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ ازيك شيخ محمد، عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. الله يبارك فيك يا رب. يا رب يكلمك يا رب، ربنا يخليك. ربنا يوفقك يا رب ويصلح حالك. تسلمي لي، تسلمي لي يا رب، تسلمي. بنشكرك على كل الاكلات اللي انت بتقدمها لنا. ربنا يخليك يا ام بلال، تسلمي. كل خير يا رب. جزانا واياكم يا رب، تسلمي. انا ممكن ابعت اهداء بعد اذنك؟ اه طبعا اتفضلي. انا ببعت اهداء لبلال حلمي محمد حسن. تمام. واحنا بنبعت له اهداء، ومعلش لو الخط قطع، معلش يا ام بلال، واحنا بنبعت له احلى اهداء من هنا من برنامجنا يا فندم. ربنا يخليه لك ويبارك فيه. طماطم بعد ما حطينا الايه؟ المشروم والبصل والفلفل الالوان والكرات المفروم. بص شكل الخضار عامل ازاي؟ شكل الخضار يفتح النفس. يديله بقى تقليبه المحترمه. ونبص هنا يا عم حمدي على البيض ازاي نقدر ان احنا نعمله. بجيب عندي بونه واقوم حاطط عندي الخمسه بيض. واحد، ادي اثنين، وعندي الثالثه، اربعه، خمس بيضات. بنقوم حاطينهم فين؟ في البونه. لا يا جدع حلو قوي كده. شويه ملح، وبعد كده عندي الفلفل الاسمر، وبعد كده بقوم واخد عندي الكريمه اللباني. لو موجوده ما فيش الكريمه لباني ما تحطيش، لكن دي بتدي طعم خرافي للاكله اللي انا بعملها ديت. نقلب البيض مع الكريمه اللباني، قلبناهم كويس جدا. حلو الكلام. بعد ما قلبنا البيض، على فكره تقدري تعملي اومليت بيها، على يعني تقدري تجيبي طاسه كده تيفال وتعملي من الكلام ده كريمه لباني مع البيض، تدي طعم مسكر قوي. تقومي واخده عندك الخضار ورايحين فين؟ عندي على البيض، الخضار اللي هو المشكل ده، ورايحين عندي على البيض اللي احنا خفقناه مع الكريمه. وبعد كده نديها تقليبه. نديها تقليبه محترمه كده، ونقوم رايحين فين؟ جايبين طاجن خل زي ده، وصبين الكلام ده فيها. وندخل عندنا الفرن عشان تبدا اللي هي تستوي، تاكل حاجه ان شاء الله محترمه. طيب خلصنا الكلام ده كله، نشيل بقى ننظف مكاننا وندخل على الفرن. درجه حراره الفرن كام؟ 180 عشان نبدا نسوي. بايركس ده مدهون دهنه زبده ومظبطه، وممكن ايه نديله تطشيه كده بسيطه من الاخر، اللي هي ايه؟ شويه جبنه رومي كده مبشورين برضو اهي من فوق، تسيح كده وتدي طعم حلو. يا استاذه داليا. ايوه. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك يا ست الكل، اتفضلي. ازي حضرتك يا ابن البلد؟ والله كله زي الفل، ربنا يخليك يا رب. انا بجد مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك. ده انا السعاده ليا، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. بص في مقوله بيقول لك تعرف فلان؟ قال لك اه اعرفه. عشرته؟ قال لك لا ما عشرتوش. قال لك يبقى ما تعرفوش. ده حقيقه فعلا. ده حقيقه فعلا. من على التلفزيون مدمن حضرتك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب، تسلمي تسلمي. اكتر حاجه اتبسطت بيها قوي النهارده نصايح حضرتك مثلا عن موال البقدونس، ان حضرتك بتدي نصايح الاهالي للناس غالبا البسيطه ليه. عندنا خيرات ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا افضل، انا في وجهه نظري افضل من الادويه بكتير، في حاجات احنا ممكن اللي احنا نتغاضى عنها، زي بقول لك البقدونس ده حاجه احنا ما بندخلوش عندنا بيتنا كتير، ما بندخلوش الا في المحشي. لا يا جماعه البقدونس ده حاجه روعه، ده احنا نقدر نستخدمه في حاجات كتير قوي. يعني عندك سلطه، انا من السلطات اللي انا بعشقها وبحس فعلا فعلا سلطه صحيه 100% كلها، هي سلطه التبوله، لان فيها طماطم، لانها فيها بقدونس كتير، لانها طعمها حلو، فيها دبس الرمان، فيها عصير ليمون، فيها نعناع اخضر. فالسلطات دي لازم تبقى موجوده عندنا على السفره عندنا بشكل طبيعي. الناس اللي عايزه تخس تقول لك انا عايز اخس والحاجات دي كلها، لا يعني جربي بقى ودخلي البقدونس في حاجات كتير جدا. عمر الحاجات الاعشاب والحاجات الخضره دي ما كانت مضره، طول عمرنا نسمع الادويه لو زادت عن
عن حدها بتتقلب للضد الا الخضره سبحان الله. فكلها حاجات ربنا سبحانه وتعالى بعتها لنا عشان نستمتع بيها، واللي احنا فعلا في دلوقتي موجود دلوقتي في مصر حاجات كتير بيستخدموا فيها الطب النبوي اللي هو الطب البديل، بس مش في كل حاجه عشان بس الناس ما تروحش ايد في دماغها بعيد، مش في كل حاجه. تعالوا نعمل الخبز، نعمله اللي هو الباكت خبز فرنساوي، بقطعه عندي وابدا اللي انا اعمل له خلطه بالجبنه الحلوين، نركز فيها ونشوف هنعملها ازاي. يا استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اقول لك يا حاج محمد ربنا يخليك يا رب يا استاذ احمد. والله يعني الحمد لله انا يعني متابع معاك على طول. اشكرك والله الحمد يعني، وبتعلم منك حاجات كتير والله العظيم. ربنا يخليك يا استاذ احمد، ده من ذوقك، تسلم. بس برضه بيبقى ليا ملاحظات مش عايز افوتها كده وخلاص يعني. لا اتفضل. بالنسبه لاول امبارح كنت سيادتك عامل التورته بتاعت عيد الميلاد. ايوه. انا بشوف دلوقتي اللي هي العجينه لما سيادتك عملتها. ايوه معايا طالعه من غير اللي هو الوش اللي هو بتاعها، انما لما بدخلها الفرن بيبقى فيها وش. ايوه ده حقيقه. هل الوش ده بشيله؟ ما هو بص حلو يا استاذ احمد، بص حضرتك لو ينفع تتصل بينا تاني اتصل. انا اول ما اشتغلت في الكيك قلت يا جماعه انا عامل الكيك ده في صاج، فطبيعي ان الصاج مش هيعمل وش زي الفورمه. وعندك حاجه كمان، اللي الوش ده لا انت بتشيلوش، انت بتاخد بس الحته اللي فوق عشان تساوي الديسك وتحطه في الحشو عادي جدا. لكن اللي انا اشتغلتها على الهوا فعلا انا عاملها في صاجات زي دي. وقلت ليه؟ قلت يا جماعه عشان الفورمه دي بتاخد وقت كبير جدا في الفرن، لكن الصاجات ما بتاخدش وقت، فانا عشان انجز الموضوع واخلص على طول. لكن مش كلنا عندنا الصاجات، لكن كلنا عندنا الفورمه، عشان كده انا اشتغلت الحاجه على الهوا بالفورمه. وشكرا لحضرتك جدا. تعالوا بقى نشوف العيش ده هنعمله ازاي. ركز، عيش فرنساوي كده محترم، طماطم مكعبات صغيره، زعتر اخضر اخد منه الزهر ده، وبعد كده هنقوم واخدين عندنا شويه من زيت الزيتون، شويه من الفلفل الاسمر، بلاش ملح. ليه بقى؟ لان الجبنه الحلومي فيها ملح. نقلب الخلطه دي كلها مع بعضها، زيت الزيتون مع الطماطم، واقوم واخد عندي فص ثوم بس هفرمه. ادي الفص الثوم المفروم، بسم الله الرحمن الرحيم، يدي بس الايه الطعم الحلو للخبز ده. ثوم وزيت زيتون وطماطم وزعتر، ونقوم واخدين حاطين عندنا على الطماطم. وبعد كده نجيب الجبنه الحلومي، يا ريت ننقعها في ميه ونغير عليها الميه كل شويه، ده احسن. تقوم واخداها، ادي الجبنه الحلومي بتاعتنا، ونبدا اللي احنا نقطعها كده نفتفتها، لا اللي زي القريش الروكيتا، لكن الحلومي ديت اهيت بتلاقيها ماسكه نفسها كده، بس انا ايه حاططها في ميه وكل شويه بغير عليها الميه. وبعد كده بقوم عامل ايه، مصفيها من الميه خالص، وابدا اللي انا اقطعها فتافيت صغيره كده على الطماطم، واقوم اقلب كل ده مع بعضه، تاكلي صوابعك وراها الحلومي ديت، او ممكن نحط جبنه موتزاريلا مفيش مشكله. يا ام جودي. الو، ازيك يا ام جودي؟ ازيك يا شيخ محمد؟ ازاي حضرتك يا فندم، اهلا بيك. الحمد لله. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك؟ بقول لحضرتك يا شيخ، انا كنت عاوزه طريقه الزلابيه، بس حضرتك ما تقولهاليش بالجرامات يعني، عاوزاها طبيعي كده. لا الزلابيه طول عمرها ما بتعملش بالجرامات اصلا. الزلابيه اللي انا اتعلمتها كنا بنعمل بال 20 ولا 40 كيلو ولا 50 كيلو، ما بنشتغلهاش بالجرامات. ما شاء الله. فخلي بالك يعني، اقول لك بلح الشام بالجرام، صوابع زينب بالجرام، لكن الزلابيه لا. انا كيف ما بعرفش اشتغل بالجرامات. ما دي مشكله، دي مش حاجه حلوه خلي بالك. انا بقى يعني بالكوبايه بالمعي كده يعني. طيب ماشي حضرتك، بص هنقول لك، والله حاضر هقول لك على الزلابيه. وبحاول اللي انا في اوقات كتير قوي بقرب لكم الموضوع وبقرب المسافات لموضوع الحاجه تبقى بالكوبايه كتير قوي. وفكرني يا ازران والنبي على الزلابيه، بتلاقي وقت كده يا ام علاء.
السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ام علاء؟ ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ممكن بس اسال سؤال؟ ايوه طبعا. انا بعمل اللي بتطلع ناشفه. ايه اللي بتطلع ناشفه؟ ايه؟ ايه اللي بتطلع ناشفه معاكي؟ البسبوسه. البسبوسه؟ اه. طيب ماشي، طب ما تقولي لي انت بتعمليها ازاي؟ انا بمسك المقادير بتاعتها، بستخدم الكيس اللي هو بالكيس. طيب لما بتنتي بتحطي تعملي المقادير بالكيس، بتمشي على الطريقه بتاعت الكيس نفسها ولا بتشتغليها ازاي؟ انا بمسك احط اللي هي المقادير كلها فوق بعضيها واضربها بمضرب سلك ودي ماسكه. ما هو خلي بالك، اصل في ناس بتغلط غلطه، تقوم واخده مثلا المقادير اللي احنا بنشتغلها اللي انا بشتغلها بالصميت السايب، وتقوم جايبه الاكياس وتشتغلها، فعمرها ما تطلع مظبوطه. طالما انت جبت الكيس يبقى لازم نحترم الكيس ونشوف الطريقه اللي موجوده على الكيس من الظهر ونشتغل عليها، هتطلع معاك ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله. بنشتغل في شويه فطار كده محترمين، يعني حاجه كده ايه من الاخر هتعجبكم ان شاء الله. جبنه حلومي مع زيت زيتون مع الزعتر، ده موضوع تاني خالص، ونقدر نشيل الجبنه الحلومي ونحط جبنه تشيدر او جبنه موتزاريلا. نحط كل ده اهوت مع بعض. مين يا أزروان؟ يا مدام شيرين. الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا شيف؟ ميرسي على الحاجات الحلوه دي. ربنا يخليكي، ميرسي على اتصالك. الله يخليك. دلوقتي معلش طالبه منك طلبين. اولا من فضلك، في ناس بتطلب الكيك والحاجات بالكوبايه، يا ريت لما تعملها بالكوبايه تعملها بقى برضو بالجرامات الاثنين يا فندم، انت عارف انا على طول شغال كده. خلاص ماشي. حضرتك عملت الريد فيلفت اول امبارح وجهزتها بكريمه وجناش. ايوه. فانا في ناس بشوفهم بيجلسوا الكيكه من بره لونها روز بتاع، هعملها بس بكريمه بكريمه ولون هتبقى ضعيفه؟ ما هو اي كريمه اللي هتشتغلي بيها؟ الكريمه النباتي دي يعني القوام بتاعها بيبقى احلى من الشانتيه، فعشان ايوه ماشي. بالكريمه دي هحط عليها لون عشان تطلع مثلا لونها ازرق، لونها بالظبط كده بامبا، اي حاجه. بحط معاها جيلاتين ولا حاجه؟ ولا هتستحمل؟ لا لا خالص، هي هتستحمل، اضربيها كويس هتستحمل معاكي 10 على 10. ولو لقيتها عملت فوم معاكي او لقيتها عملت هوا، حطيها تاني في العجان واضربيها حاجه بسيطه بمضرب السلك الكهربائي، وحط معاها شويه حليب، هتلاقيها فكت منك تاني وتشتغلي منها، ولا تحطي عليها اي اضافات، وهتقعد يوم واتنين وتلاته في التلاجه مش هيحصل لها حاجه. تمام كده؟ شكرا ليك. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا الايه، الخبز بتاعنا الفريتاتا ايه، حاجه كده ايه الروايح. بدأت تستوى هي خلاص. بجيب عندي عيش الخبز بتاعنا، هنشرحه احنا عملناه ازاي بسرعة واحنا شغالين في الفرد. طاسة عندي على النار وسمنة بلدي، تمام؟ لا يعني انا سريع عشان الفطار. انا من الحلقات، يا حمدي المخرج بيقول لي انت سريع قوي النهارده، فبقول له من الحلقات اللي بحبها حلقات الفطار بس. يا مدام نادية ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا مدام ناديه؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. انا اول مره اتصل بيك والله. ده على دماغي يا ست الكل والله، على دماغي. الله يخليك. والله العظيم انا انت زي ابني كده وبحبك قوي، كل يوم بتفرج عليك. ربنا يخليه لك ويبارك فيه يا رب. تسلمي. ربي يخليك. شكرا يا مدام ناديه، اموريني يا ست الكل. عايز ابعت تهنئه. طبعا اتفضلي. عايزه ابعت لجوزي ولابني. ما شاء الله، اسمهم ايه؟ عيد ميلادهم. عيد ميلادهم، كل سنه وهم طيبين. وانت طيب. ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم يا رب. عقبال 100 سنه الاثنين. اللهم امين يا رب، ويخليهم لك ويخليك اليوم يا رب. يا رب يخليك. تسلمي يا ست الكل. شكرا ليك. العيش ده زي ما اتفقنا هو 5 كوبايات دقيق جبناهم. جيب بس سمنه بلدي كده بحطها. احلى من الفطير، جربيه وشوف هيبقى عامل ازاي. سمنة، جبت معلقتين اتنين زبدة، حطيتهم على 3 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة ونص كبيرة من السكر وشوية ملح، وعجنت بالحليب وسبت العجينة ديت ترتاح. شفت شكلها عامل ازاي؟ ومعلقة لبن باودر، فسبتها بعد ما ترتاح. بجيب عندي طاسة سخنة ونبدأ اللي احنا نقدمها مع العسل والقشطة. يا أم أحمد. ألو صباح الخير. يا صباح الفل، ازيك يا أم أحمد؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ محمد؟ والحمد لله بخير يا ست الكل. الحمد لله.
اهلا بيكي. ما شاء الله عليك بصراحة، يعني أنا أتمنى كل يوم أكلمك. ربنا يخليك يا ست الكل. الله يعزك يا رب، تسلمي. الله يخليك. بس أنا عايزة بس أقول لحضرتك على حاجة، أنت لما تقول جميل يبقى لقب باشا قليل عليك. ربنا يخليك يا ست أم أحمد. لما موجود في الجيش، لما موجود في الجيش يبقى مرتبة قليلة عليك. الله يخليك يا أم أحمد. لو أنت في الجامعة بروفيسور برضه قليل عليك. الله يخليك يا أم أحمد. خلاص خلينا نسميك بروفيسور محمد. الله يخليك يا أم أحمد. قولي لي بقى، يعني الأكل العادي أقول إيه؟ ربنا يخليك يا رب. المعجنات مش ممكن. ربنا يخليك. حتى الحلويات لقيتك بتمشي عليها بالملي. على دماغي والله، على دماغي. تسلمي تسلمي. فعلا فعلا شافوه الماما وشافوه. ربنا يخلي لك المدام والولاد. وبصراحة أنا بحيي كمان القناة. ربنا يخليك يا فندم. القناة ماما بجد غير طبيعية. ربنا يخليك والله. أولا معناكم كلكم ستة واحدة. عارف صاحب البيت اللي بيسكن كل ولاده في العمارة. أيوه. كلهم أيوة أيوة. الحمد لله الحمد لله. بسم الله ما شاء الله عليك. الحمد لله رب العالمين. فعلا شوفوا القناة بتاعتكم. شكرا لك. عايز أسألك بقى على حاجة. يا أم أحمد. عايز نعم. اسالك على حاجه. نعم. قولي ايه بقى اكتر حاجه بتحبها يعني انت قاعده في الكويت بقالك قد ايه؟ لا عمري الحمد لله ما شاء الله. بادي يعني انا اغلب حاجه بشوفها في مصر. ايه الاكلات بقى اللي يعني انت يعني انا حبي كله. ايه الاكلات، ايه الاكلات اللي انت بتحبيها قوي هناك بقى وحبيتها فعلا وحاساها لا قريبه شويه للاكل المصري؟ اللي هنا يعني لا اللي هنا يعني مش انا برضه ماشي على المصري. ايوه شغال على المصري. ايوه كمان عندهم اكلات جميله قوي. طبعا يعني طبعا برضه عندهم في حاجه اسمها، بس في حاجات تقيله بقى يعني في حاجه اسمها معروف مثلا. ايوه دي تقيله قوي. ايوه في عندهم يعني بيعملوا زي الكشري بس اسمها مجدره يعني. مجدره ايوه تمام يعني عندهم. تمام تمام اكلهم حلو برضه جميل. بعدين اغلب اكلهم البهارات زي الهندي. ايوه لكن انت شغاله على قبل الاكل الهندي السبايسي. ايوه ايوه البهارات. ايوه على طول بهارات كتير. بهارات ايوه بصراحه. بس هم كمان اكلهم جميل بس بصراحه انت بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يعني يا رب. زي الخليجي ولا زي الشمس اللبناني ولا زي ربنا يخليك. الله يخليك. انا اول ما اتفرجت عليكم بس يا دوبك حاجات الاكل وكده. الله يخليك. جبت الحلويات كمان. لا فعلا فعلا ربنا يخليك يا ست ام احمد. وشكرا وتحياتي لكل اهلنا اللي موجودين في الكويت. شكرا لحضرتك. شكرا ليك جدا. العيش فعلا زي ما انت شايفه كده يتاكل حاف قشطه وعسل. هنقدم لك في الاخر السفره وهتعجبك قوي. بص العيش لونه عامل ازاي، ما تخلوش ياخد لون اكتر من كده. نستمتع فعلا بطعم العيش وهو ابيض كده. هناخد اتصال ونطلع فاصل انت عايز يا مدام هدى. طيب حاول تتصلينا تاني. هناخد فاصل ان شاء الله وبعد الفاصل هنبدا نكمل مع بعض مهرجان الفطار اللي احنا عاملينه لكم النهارده. هعمل شويه خبز وبعد كده هنبدا نشتغل في حاجات تانيه ان شاء الله. تابعونا ولكن بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل وشغالين في الاكل الفطار الجميل ان شاء الله تستمتعوا بيه كلكم. طيب احنا اول حاجه العيش. بص العيش ده عامل ازاي، قشطه وعسل. الفريتاتا اللي قدامك ديت يعني هتاكلي صوابعك وراها لان معموله بالكريمه اللباني ومعموله بالخضار واللبنه اللي احنا عاملينها وحاطين عليها الزيتون من فوق ودي وزيت الزيتون برده وده الاوبن في ساندوتش اللي احنا عاملينه اللي هو العيش الباجت اللي احنا حطينا فيه جبنه حلومي وطماطم شيري وزعتر فص توم وزيت زيتون وشويه من الفلفل الاسمر. ما حطناش ملح لان الجبنه الحلومي نفسها فيها ملح. طيب تعالوا نشوف عندنا الطعميه ازاي هنعملها. طعميه بسرعه بعمل لها خلطه حلوه قوي. بجيب عندي بصل مفروم ناعم، يعني انت تجيبي عجينه طعميه وتعمليها في البيت بالشكل ده. بصل مفروم ناعم، شويه كزبره ناشفه وشويه كزبره خضراء وطماطم وسمسم محمص. حلو. وناخد الخلطه دي كلها. تمام.
وناخدها ونبدا ننزل عليها على طول بالزيت بتاعنا. يا ام عمرو. ايوه. ازيك يا ام عمرو؟ صباح الخير يا ام عمرو. صباح محمد. صباح الهنا. ازيك؟ الحمد لله. اعمل تهنئه لحفيدي عقبال ما تشوف حفاه. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلي. اتخرج من كليه الهندسه. ما شاء الله. وقول له الف مبروك يا عبد الرحمن. الف مليوك يا باش مهندس عبد الرحمن. ايوه باش مهندس عبد الرحمن يفرح القلب. ربنا يفرحك يا رب. اللهم امين يا رب. ربنا يعزك يا رب. مدوت وانت امير ودوت. ربنا يكرمك يا رب في اولادك. الله يخليك يا ست الكل. متشكره قوي لسؤالك. شكرا يا ست الكل. متشكره للطقم اللي عندكم كله. شكرا يا فندم. هو كمان بيشكر حضرتك جدا. طيب يا حبيبي. ألف ربنا يخليك يا رب. بقى ما شاء الله تشوفي أحسن حد في الدنيا قبل ما تشوف ولادك يا رب. يا رب يخليك يا رب. اللهم أمين يا رب وتشوفي أحسن حد في الدنيا يا رب. شكرا لحضرتك. الفطار ما يحلاش أنا من غير بصراحة دي يعني من غير الطعمية ما يبقاش فطار. فلازم الطعمية إيه نظبطها كده. بحطها في الخضرة على طول ونبدأ إن إحنا نشيلها. الكبشة الكبشة هنايا يا باشا. كده هي كده كده على الرايق قوي كده. المشكله ايه اللي بيحصل لما احنا بنيجي ناخد الزيت؟ بص بقى في ناس كتير وكلنا بنتخمم في حاجه زي كده اللي هو ايه. هو ليه احنا لما بنيجي ناكل الطعام من بره عمرها ما بنعملها في البيتزا اللي بتطلع من بره؟ لان الزيت بيختلف. الزيت ده اللي هو شغال فيه قال فيه بتنجان وقال فيه بطاطس وقال فيه بصل وطماطم عشان يعمل الدقه. فكل الحاجات دي بتدي طعم حلو للزيت. فلما يجي يحطه سبحان الله. وفي الاول وفي الاخر هي ارزاق في الاول وفي الاخر يعني. لكن هي في برضه في حاجات نيجي نحللها فهي ديت اللي بتطلع الناتج ومش زي الطعميه اللي بتاكلها من بره غير اللي انت بتعملها في البيت. الباجور اللي هو بيبقى شغال عليه ده برضه هو ده اللي بيدي الطعميه نفس وبيديها هشام من جوه وغير اللي انت بتعملها في البيت. تحط شويه زيت صغيرين فتيجي تحط الطعميه تلاقي مكتومه. طبيعي. فاهمة ازاي؟ هتخلي بالك من الموضوع ده. شويه الخضار اللي حاطينهم اهم دول هيدوا نكهه بصراحه حلوه قوي. ايه؟ تعالى بقى ايه نجيب عندنا بايركس. بص بقى اللي جاي يا حاجه فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا حاجه فاطمه؟ الله يخليك. انت ضمني لمجموعه اسكندريه بقى من عينيا بس كده. الله يخليك. انا اكبر من ماما ما شاء الله. الله يديك الصحه. والله العظيم ثلاثه يا ابني انا بشكرك ويبارك فيك ويبارك عمرك. ربي يبارك لك يا رب. وانت من يستبق عليهم قول سيدنا علي رضي الله عليه رضي الله عليهم وارضاهم يا رب. اللي قال لك المرء بحسن عمله. الله يخليك يا رب. الحمد لله رب العالمين. والله العظيم ده حاجه كبيره قوي. ويكسر العين والحسد. اللهم امين يا رب. والله والله وحياه ولادي. ربنا يبارك. ربنا يعزك يا رب. والله وكلامكم ده على دماغي. الله يخليك ويبارك ما بين ايديك. اللهم امين يا رب. اللهم امين. على اخلاصك والله العظيم. الله يخليك يا ست الكل. ربنا يعزك يا مدام فاطمه يا رب. الله يخليك يا حبيب قلبي. تسلمي لي. شكرا ليك طبعا. شكرا ليك. وكلام كبير كده. يا رب الواحد يكون قد الثقه اللي انتوا بتدوها ديت. ويا رب الناس اللي لسه بتتفرج علينا تستفاد من البرنامج. احنا بندي فعلا معلومه بفضل الله. بنحاول يعني بنلف كتير بنشوف المطاعم ديت افكار اللي بتطلع. بنحاول نجيب لكم اي فكره جديده اللي احنا نقدمها لكم عشان في الاخر حاجه تليق بمقامكم ان شاء الله. الطعميه خلاص طلعت سخنه وبالخضره بتاعتها وتمام التمام. نشيل عند الزيت بس نركنه جانبا هنا عشان بس الايه ما يبهدلناش الدنيا. وادي شويه الايه الفلافل بتوعنا. طيب فين الماسك اهو. بص يا خال بقى اللي جاي وانا هخليها في الاخر ديت. يلا نشتغل دلوقتي. بص الطاسه دي بتبقى سخنه. طاسه الايه الفاهيتا بتبقى سخنه. تقومي حطها هنا. ركزي معايا بقى. تقومي حاطه سمنه عليها وانا بحطها في الفرن بقالها كتير.
وتقوم رايحه ايه ضربه بالتين عليها. الشغل ده مش هتلاقيه هنا. شويه فلفل اسمر وشويه ايه ملح وبس يا باشا، وقدمي الحاجه بتاعتك كده على طول على السفره وهي سخنه كده وايه وهي بتقلل كده. تمام، نخلي الثانيه دي يا عم حمدي نختم بيها الحلقه عشان لسه عامل فيها شغل. ماشي، يبقى البيض الطاسه دي بتبقى سخنه، معلقتين اتنين سمنه بلدي، بتقومي حاطه عندك البيض وتقومي حاطه شويه الملح والفلفل وتتقدم وهي كده من غير ما تحطيها على النار ومن غير اي حاجه. ايه اللي بعده؟ بجيب بوله احط جبنه شيدر انا. حاضر، هذه الجبنه الشيدر بشرناها. شكل الفطار عامل ازاي؟ الفطار شكله حاجه تفتح النفس. بجيب عندي شويه من الكزبره، عارف انت هتقول لي ايه، بلحق نفسي. شويه كزبره خضراء نقوم حاطينها فين؟ هنا. طماطم وجبنا عندي بطاطس. البطاطس عملناها ازاي؟ جبناها وبدأنا ان احنا نفتح الواحده على اتنين الصغيره دي، الصغيره بتبقى مسكره قوي فبجيبها وبستخدمها في الفطار. وبعد كده حمرناها، وبعد ما حمرناها في الزيت اديناها شويه ملح صغيرين، واعمل لها حشو بسيط جدا، جبنا شيدر وكزبره وادي الطماطم وشويه ثوم. ناخد الطماطم اهي، شويه ثوم مفرومين، ايه يا حمدي حاضر، حطينا يا باشا الاثنين دول مع بعض. واجيب ديت ونحشي بيها كويس جدا الايه البطاطس. تمام، يا ريت كل البطاطسيه كده تاخديها على حده. ليه بقى كده؟ عشان حضرتك الجبنه تدخليها كويسه جدا في الحاجه. بص، هو المشكله في ايه بقى؟ المشكله اللي هيشتهي الاكل ده عم حمدي يبقى لسه ما فطرش. محمد ابراهيم فاطر ما شاء الله، يعني ما فطران ما كنتش اديها كده خلاص، اديني امام معاه. عشان كده شغال من غير نفس. ده الحاجة هتحلق في الفرن وما قاليش عليها. مين معانا؟ يا حاجة سعاد. ايوه، ازيك يا حاجة سعاد؟ ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا ست الكل؟ الله يخليك يا حبيبي، ازيك؟ يبارك فيك يا رب، تسلمي. احنا بنعزك زي عينينا والله. ربنا يخليك، ده انا اللي بعزكم جدا. ربنا يخليك، احنا اسكندريه بنحبوك قوي. احسن ناس والله، واحنا كمان بنحبوك موت. الله يكرمك يا حبيبي يا رب ويوفقك على طول. احلى حاجه في الاسكندرانيه ان هم عشاق للاكل، ودي اكتر حاجه بسطانه. احنا بنحبوك انا واحفادي، بنقعدوا نستنوك ونقول. انا مسمياك اسم على فكره جميل قوي. اتفضلي قولي. انا مسمياك ابو ضحكه جنان. الله يخليك يا فندم، تسلمي. تسلمي، انت ابتسامتك جميله وكل حاجه فيك جميله ومحترم. ربنا يخليك يا رب، تسلمي يا مدام سعاد، ربنا يخليك. كل حاجه فيك حلوه والله. شكرا يا مدام سعاد، ربنا يعزك. انا بس بسلم عليك، بس عايزه سؤال صغير والله. ايوه اتفضلي. انا بعمل العجينه اللي هي بتاعت البريوش. ايوه واخد بال حضرتك. تمام. بس هي مش دي تنفع للكحكه اللي هي الضفيره؟ طبعا تنفع، مش هتقول لا خالص. بس انا بقى مش بعرف اعمل الضفيره. الضفيره ديت يبقى لازم يضحكوا عليا. طب استني، في عجين، في ثلاث عيش حمدي انا تدخلتهم، فممكن هجيبهم لك ان شاء الله واوريهم لك لو دلوقتي. اوريهم لك حالا. حالا، شكرا، تحت امرك. موجود زي الفل، يا سبحان الله، والثلاثه اللي احنا عايزينهم. شفتي بقى؟ عشان انت ست جميله يا حاجه سعاد، العيش موجود وهوريلك دلوقتي الخبز هنعمله ازاي. بص الحاجه ازاي قدام حضرتك اهيت، ناخدها ونروح فين يا عم حمدي؟ على الفرن على طول ونبدا اللي احنا نسوي.
خلي بالك البطاطس انا محمرها في الزيت كويس. نديها ايه بقى شويه من البقدونس والكزبره. يلا يا عمنا هاخد عندنا الحاجه واقوم واخد عندي الطبق فارد عليه البقدونس واخد شويه من الطعميه اللي عندنا. يا استاذه بسمله. ايوه ازاي حضرتك؟ شوف محمد معايا. ايوه يا ست الكل ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يسعد دمتك وصحتك. ايه ربنا يخليك يا ست الكل. انا مبسوطه جدا لما بتفرج عليك. ربنا يخليك يا فندم تسلمي. والله بجد ببقى فرحانه جدا لما بتفرج على سيادتك. شكرا شكرا يا ست الكل والله ده من ذوقك. انا بشكرك على الحاجات الجميله اللي بتعملها. وانا اللي بشكر حضرتك على اتصالك. انا كل عارفك دي انا عارفك جديده بقالي كام شهر بس. ما شاء الله. قولي لي اخبار المطبخ ايه بس طمنيني. يعني لحد ما تمام كويس مش قوي. ديليفري ولا ايه؟ لا والله انا اصلا ستي بشتغل فباجي بعمل حاجات خفيفه كده بتفرج عليك في القعده كمان. حلو قوي. فماشي الحال يعني كده لحد ما مبسوط منه شويه. وصدقيني يا رب ده. انا عايز اسال انا البشاميل ساعات بتبوظ مني. البشاميل؟ اه. بيبوظ منك ايه؟ بيبقى تقيل معاكي؟ بيبقى تقيل كده وممكن يكلكع معايا ممكن اسيله ما بعرفش اظبطها خالص. طيب هديك انا ما بعملش بالمقادير بعمل كده يعني. هي معلقتين زبده ومعلقتين دقيق ونص لتر من اللبن بس ونص مكعب مرق. اه حضرتك بتحط المعلقتين اتنين الزبده كبار وتسيحهم كويس وتحط معلقتين الدقيق ونص مكعب مرق والحليب عندك بيبقى دافي. بتجيبي حضرتك بيبقى معاكي المضرب السلك ده تبداي على طول تحطي عندك الحليب على السمنه وعلى الزبده او ممكن تعمليها في سمنه على فكره وسمنه ودقيق بس الزبده افضل دي قوام كريمي وتبداي انت تقلبي كويس قوي واللبن يكون دافي فتلاقي الموضوع حلو قوي معاكي في الاخر. طلعي معاكي البشاميل مظبوط. عايزه طبعا هتعملي صينيه كبيره ده لنص كيس من المكرونه اللي هو النص لتر من البشاميل. عايزه تعملي صينيه كبيره اعملي لتر وحطي اربع معالق من الزبده واربع معالق من الدقيق ولتر من الحليب هيطلع معاكي ان شاء الله مظبوط ظابطه تمام. وموضوع الوظيفه وظفي نفسك. ازاي توظفي نفسك؟ حضري بقى يعني الثلاجه والفريزر عندك دول انت بتحضري الاكل قبلها بيوم بالليل وتعملي اكلات اللي هي البسيطه والسهله نفس الوقت طعمها حلو. البانيهات بقى والسبرينج رول طواجن ممكن تعمليها تحطها عندك في الفرن في حاجات كتير ان شاء الله تقدري انت تعمليها. تعالوا نبص بسرعه على موضوع الضفير عشان ما اقدرش اقول لست الكل سعاد على حاجه. لا الدقيقه اهو العجينه اهي بتقوم واخداها وتلفيها كده حلو وبصي بطن ايديك ديت هي اللي بتفرد بطن ايديك دي اللي بتفرد. يا استاذه منى. الو السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله. انا بتصل بشكر حضرتك على كل اللي بتعمله. الله يخليك يا فندم. وبقول لرئيس القناه حضرتك مكسب كبير. الله يخليك. ويا ريت كده ما يفرطش فيك ابدا. ربنا يخليك يا فندم ربنا يعني يخليك. يعني انا عندي 56 سنه وبتعلم من حضرتك. والله ما مش عشان يعني موجودين. البريوز اللي بالشعير عملته البيتزا الدونت كل الله يخليك. حاجه. واحنا هنا صدقيني اداره القناه فعلا والله ما عشان انا موجود هنا ما بيفرطوش في اي حد فعلا صدقيني يعني. يعني حضرتك ممتاز. الله يخليك يا فندم ربنا يخليك. معجنات كل وحلويات كل حاجه على راي الشيف تاني. الله يخليك يعني ربنا يخلصك يا رب. الله يخليك يا مدام منى. شكرا متشكره قوي قوي قوي. شكرا. ربنا يخليك ويكرمك يا رب. اللهم امين ويكرمنا جميعا يا رب. شكرا لحضرتك. معانا كده استاذ سعاد تقومي عاملاها كده وتقومي حاطه ايه الطرف ده هنا كده وتقومي حاطه الثالثه فين كده سهله اهي تمام طيب. بتقومي جايبه اول طرف ده كده هنا في النص وتقومي جايبه ده في النص الثاني وتقومي جايبه الاولاني في النص. بصي بقى كل واحد يوقف في النص تفهمي ازاي يعني الثلاثه هم كل واحده تيجي هنا في النص عندها اهي كده لحد ما تمشي ما تفوتيش واحده تمام كده 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 لحد ما توصل معاكي بالشكل اللي هي كده حضرتك كده شايفاه بالظبط. ادي الضفيره الموضوع بسيط جدا وسهل ويا رب تكون المعلومه وصلت ليك على الهواء. يا مدام هناء. الو مدام هناء. طيب معلش يا مدام هناء اتصل بينا تاني هناخد فاصل ان شاء الله
وبعد الفاصل في لسه شغل تاني يتعمل، هنكمل لكن بعد الفاصل. بص اعمل لك حاجه للناس الاكيله، حاجه حرشه جنب جنب الفطار ده. طب هي ايه؟ بص المحمره اللي احنا بنعملها ديت هي اصولها ان انت تحطي الفلفل الاحمر او الرومي تشويه. انا مش هشوي، انا هحط كله ني في ني عادي، بس اللي هشويه بس حاجه واحده التوم. فانا هحط الفلفل الاخضر الرومي تمام. بص حاجه زي السلطه وطماطم مقطعها شرايح وفلفل حامي الارناؤوطي تمام. يبقى الثلاث حاجات دول مع بعض، الحاجات الحمر اللي هم ايه، فلفل احمر رومي، فلفل سبايسي اللي هو الارناؤوطي، وطماطم. طيب بعد كده بحط عندي شويه من الزعتر الناشفين، بعد كده بحط شويه من الملح. بص اكله تاكلي صوابعك وراها. الايه التوم، بص التوم بعد ما بصي بعد ما شويته تضغطي عليه ضغطه كده محترمه يطلع معاك التوم تمام. نقوم حاطين التوم فين مع السلطه ديت، وبعد كده نقوم حاطين زيت زيتون. زيت زيتون يا مدام هدى، ودبس رمان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا مدام هدى. انا بحب حضرتك جدا جدا، ربنا يخليك. وكان نفسي اكلمك من زمان. ربنا يخليك يا مدام هدى، ده انت كلك ذوق. كل عام وانت طيب وعيالك طيبين. وانت طيبه يا فندم. صراحه شرف ان احنا عندنا شيف جاي زي حضرتك. ربنا يخليك يا رب، ده الشرف ليا والله. تسلمي. تسلمي. انا طالبه من حضرتك طلب. عايزه ايه؟ اتفضلي. انا عايزه رقم حضرتك الخاص. حاضر يا فندم، هوريك الاستاذه روان وهتديك الرقم. حاضر يا استاذه هدى، شكرا ليكي جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا استاذه منى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا استاذه منى؟ يا صباح الهنا، اهلا بيك. انا بكلمك يا محمد من السعوديه. اهلا بيك وكل اهلنا في السعوديه بصراحه، وباسم السعوديات كلهم ربنا يخليك. يعني من هنا، يعني انا متابعه شديده لك يوميا، يعني ما شاء الله تبارك الله. اشكرك يا فندم. اشياء كثيره. اشكرك يا فندم بصراحه. حابه اشكرك فعلا فعلا يا شيخ محمد، متمثل للقناه. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا مدام منى، كل سنه وحضرتك طيبه يا رب. والله انا يعني مهاويه لعمل الحلويات واستمرار اجلس واتابعك بشكل يعني غير وهمي. يعني ربنا يخليك يا مدام منى، ربنا يسلمك. انك فعلا تستحق 100%. شكرا. اعمل لك مكالمه واشكرك عليها. شكرا يا فندم، ربنا يخليك يا مدام منى. انا اللي بشكرك جدا على اتصالك، سلامي لكل اهلنا في السعوديه طبعا. شكرا ليك. شوفي بقى الناس اللي بتحب الاكل الحرش يجربوا الوصفه ديت ويشوفوها تبقى عامله ازاي. بعد ما نخلصها هنقدمها، بس دي يعني ايه، دي اللي هتاكل بصراحه. يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا ام محمد؟ الله يسلمك، كيفك شيف؟ يا هلا والله، الحمد لله بخير والله. اهلا بيك. اهلا بيك ابويا، كيفك؟ الله يحفظك ويسلمك. ربنا يخليك يا رب ويحفظكم جميعا. اللي انت بتعمله بصراحه يعني مجموعه في القناه، يعني حضرتك والشيف نونا وساره وبالذات يعني سلام خاص للشيف فاطمه بخاتي. يوصل. حاضر. يعني
انتم ما مقصرين، اتعلمنا منكم اشياء كثير بصراحه. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. تسلمي يا ام محمد، تسلم ايدك يا رب ويحفظك رب العالمين ويحميك لشبابك يا بنا. يخليك يا رب. تسلمي يا ام محمد يا رب. تسلمي وتسلم ايديك يا رب، تسلم ايديك ويحفظك ويسنك الله يعني بصراحه ويسنك انتوا كمان، وانتم كمان مش مقصرين معانا والله. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي طبعا. تسلم. البتاع اللي انت سويت هاتي بيها البيض، ايوه اسمها شو اسمها؟ هتلاقيها موجوده. انت قولي يعني لما تروحي لاي حد بتاع ادوات منزليه قولي له عايزه طبق الفاهيتا. طبق الفاهيتا هتلاقي طبق فاهيتا، هتلاقي منه اشكال كتير. هتلاقي منه على شكل سمك، هتلاقي منه على الشكل البيضاوي اللي انت بتشوفيه ده، هتلاقي منه على شكل قطعة لحمة ستيك، هتلاقي منه أشكال كتير جدا. انت خد الشكل اللي انت عايزاه واشتغل منه، تمام؟ زي الطبق ده كده بالظبط قدام حضرتك اهوت، هتلاقيه في أي محل من أدوات المنزلية. تعالوا بص سريعا بقى نعلق على الايه الفول سريعا كده. ايه طيب ماشي. يا بص انا ممكن ايه هعلق عندي على طبق الفول ده بسرعه. بصل، ثوم مفروم لان هنعمله بالحمص، وبعد كده عندي طماطم، يعني من اول مره على فكره. انا اكتر حاجه يا جماعه عايز اقول لكم على سر بقى، اللي انا بعد اعمل الاكل ما بعرفش اكل خالص طول عمري كده. اجي اعمل اكل ما اعرفش اكله، اجي امشي خطوتين اتنين بس بره الاستوديو اجوع، اقول انا ليه ما خدت الساندوتش، لكن المره دي فعلا انا جعان. انا كده ايه عايز اكل، فخلص وهندوس. يا رب كلكم تيجوا معانا. لا انت محمد ابراهيم بره الموضوع بعد اذنك. ادي البصل وادي الثوم، تمام. نحط عندنا الفول ندمس اهو، نحط عندنا الحمص، وبعد كده نحط عندنا شويه من الطحينه، كمون، وبعد كده نحط عصير ليمونه، نحط عندي الملح، بارك الله فيما رزق. وبعد كده نقوم ايه مدينها بالهرس، نهرس كل ده مع بعضه، الفول مع السمنه البلدي مع الحمص والطماطم والبصل والثوم والملح والكمون، ونهرس بقى لحد ايه ما يبدا يتقل معايا عندي على النار. والطحينه طبعا هي اللي مدياله اللون المحترم ده، هو والحمص. الفول مع الحمص موضوع مختلف تماما. نجيب عندي الاطباق. وش عليا يا حمدي. احلى شويه فول. شويه طحينه على شويه زيت وبالهنا والشفا. وش عندي على الطبق الثاني. اهو. جايبه طبقين ما شاء الله. عشان عايز اعمل لك كده حركه كده بسيطه. نقوم واخدين عندنا شوية الفول دول مع شوية الزيت ونقدمهم هنا في النص مع الطعمية. حالا هعمل لك حاجة بس. بص يا ست الكل بقى في موضوع الماسك. بص يا عم حمدي، موضوع الماسك هيجي لك مع الأطباق اللي أنت هتجيبيها ديت ماسك زي ده. عايز أوريه لكم بس. الماسك ده كده أهو. ده بيتعمل بإيه بقى؟ ده بتمسكي كده، بص بتنزلي بيه كده وتمسكي بيه الطبق كده. لا الناحيه الثانيه سوري، كده عشان لما تيجي تشيلي الطبق تشيليه كده. فاهمه ازاي؟ ادي الماسك. طيب تعالى نشوف اللي في الفرن هنعمله ازاي. اللي في الفرن بقوم جايبه هو سخن، تقوم حاطاه على الطبق الخشب، مش هيحصل حاجه طبعا طبيعي. بقوم جايب عندي معلقه سمنه، معلقه سمنه
وهم جايب عندي جبنه رومي وبعد كده نقوم جايبين عندنا البيض. بصراحه يعني المخرج والله بتاعنا هو اللي بصراحه قال لي على الفكره دي، قال لي احط جبنه رومي تسيحي الاول وبعد كده اديها بالايه، ادي شويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسمر وانزل عليها بالبيض. وده الشغل ساحت وتمام التمام، وهنشوفها دلوقتي واحنا بنختم الحلقه دي. كانت حلقتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله الحلقه تكون اعجابكم. بكره ان شاء الله انتظرونا في حلقه قادمه من برنامج المطعم، اتمنى ان شاء الله في الفطار يكون نال اعجابكم بالهنا والشفاء. حاولي تعملي بس حاجات بسيطه من اللي احنا عملناه النهارده وان شاء الله تلاقي في اختلاف كبير جدا في موضوع الفطار. اهتموا بوجبه الفطار لان دي من اهم الوجبات اللي تبقى موجوده عندنا على مدار اليوم. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله.